السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم سيارات اوكازيون المتخصصة في السيارات المستعملة في الجزائر. في هذا الفيديو تاع اليوم وكما العادة جمعت مجموعة من السيارات المستعملة مع ارقام الهواتف المرفقة. طبعا اسعار السيارات اليوم تبدأ من 115 مليون والى 195 مليون. قبل ما نباشر في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم دعم القناة بالضغط على زر اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا كل جديد. وبدون نطال عليكم متابعينا، نبدأ بعرض هذه السيارة التي معنا في هذا الفيديو فتابعونا. نبدأ مع السيارة الأولى معنا في فيديو اليوم وهي بوجو 107 طني 2012. محرك السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.068 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة مشي 133 ألف كيلومتر، لون طوموبيل نوار ولاكات غريز صافية. هاد السيارة توتوبسيون، صاحب الطوموبيل من برج البحري ولاية الجزائر العاصمة، وراه مسموه في هاد البوجو 107 115 مليون ونص. صاحب الطوموبيل ما يبرش، السيارة ما فيها صبغة، محرك الطوموبيل امبيكابل ولا سوسبونسو تاع السيارة جيدة. السيارة الثانية فورد فيستا ان 2014. السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.25، لابود فيتاس مانويال. السيارة ماشية 187 ألف كيلومتر، لاكاتيغري صافية وطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ولاية البوليدة، وراه مسموه في هاد لافورد فيستا 135 مليون. السيارة فيها صبيغة فريدو بارشوك، ما عدا ذلك الطوموبيل نقية. محرك السيارة في حالة جيدة ولا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. السيارة الثالثة بوجو 208 أني 2015. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.2 في تي 82 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 124000 كيلومتر، لاكاتيغري صافية وطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من باج الراح ولاية الجزائر العاصمة، وسعر بيجو 208 هو 142 مليون بري فيكسي. محرك السيارة امبيكابل، السوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، و 208 نظيفة. السيارة الرابعة داسيا سانديرو ستيب واي اني 2014. محرك السيارة جي بي ال، يعني طوموبيل تمشي بالغاز، وفيها الغاز جوي 2021. قدرة المحرك 1.690 حصان، لابود فيتاس مانويال. السيارة ماشية 78 ألف كيلومتر، لون طوموبيل نوار ولاكات غريز صافية. هاد السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من ولاية سيارت، وسيارة داسيا سانديرو ستيب واي هو 180 مليون بري فيكسي. صاحب الطوموبيل يقبل يبرز. محرك السيارة امبيكابل، لاسوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة والسيارة نظيفة. السيارة الخامسة كيا بيكانتو اني 2014. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.2 لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 70000 كيلومتر، لاكات غريس صافية وطوموبيل توتوبسيون. صاحب سيارة مبير خادم ولاية الجزائر العاصمة، وراه مسمو فيها الكيا بيكانتو 152 مليون، وسعر البيع 160 مليون. محرك السيارة امبيكابل، لاسوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. السيارة ما فيهاش الفروة وطوموبيل بصفة عامة نظيفة. السيارة السادسة فولكس فاجن بولو تيم اني 2010. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.485 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 146401 كيلومتر، لاكاتيغري صافية وطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة اندراريا ولاية الجزائر العاصمة، وسيارة فولكس فاجن بولو تيم هو 165 مليون بري نيغوسيابل، أي بإمكانكم تجيبوا الطوموبيل بسعر أقل. محرك السيارة امبيكابل، لي كات بنو تاع الطوموبيل جدد، لاسوسبونسو تاع السيارة
جديدة والكيت دومبرياج جديد. السيارة السابعة سيات إبيزا اف ار اني 2013. السيارة ديازل قدرة المحرك 1.6 تي دي 105 شوفو لابود فيتاس مانويل. السيارة ماشية 141 ألف كيلومتر لاكات غريس صافية اوتوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة مبرتوتا ولاية الجزائر العاصمة راهم ساهموا في هاد السيات إبيزا اف ار 195 مليون. السيارة فيها راكور في باب ما عدا ذلك اوتوموبيل كيا. محرك السيارة امبيكابل وسسبونسو تاع اوتوموبيل جيدة. هيدا نكون كملنا معكم كامل السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الأخير ما تنسوا ديروا جيم الفيديو ديروا بارتاج. أرقام الواتساب تاع صاحب السيارات على بالكم راهي في صندوق الوصف موجود أسفل الفيديو. فقط قوموا بالضغط على عرض المزيد أو على عنوان فيديو وستجدون كل أرقام الهاتف وإلى ملتقى فيديوهات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.